معايا الحقيقة على التليفون صديقنا المحترم. معانا ولا مش معانا لسه؟ طيب، في تحركات أنا للمرة التانية علي إن أنا أشيد بالسيدة وزيرة خارجية السودان المحترمة مريم الصادق المهدي. النهاردة مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان أجرت اتصال مع وزير الخارجية الصيني وأبلغته إن رفض أي إجراء أحادي لملء سد النهضة من أثيوبيا. ووزيرة الخارجية السودانية ناشدت ناظرها الصين المشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو الجاري ملتمسة إعفاء ديون السودان تعرقل التقدم الاقتصادي. في تحركات الحقيقة أخشى أن يكون الهدف النهائي منها هو أن احنا نجزأ المسألة. كل المطالب الأثيوبية بتلعبها بشكل خبيث جدا من خلال المندوب الأمريكي أو من خلال المبعوث الأمريكي أن قالك طب ما تيجي نتكلم بس في الملء التاني. لا يا سيدي، المسألة باكج على بعضها، وإلا هيستمر هذا المراوغة الأثيوبية. معايا مين يا جماعة؟ الدكتور هاني رستان، أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك استاذنا الكريم، بعتذر لك من سهرك والله يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور هاني، ما يحدث الان هو استمرار للنمط القديم في المراوغه وفي استغلال الوقت وفرض الامر الواقع. ياتي المندوب الامريكي او الراجل المبعوث الامريكي ويتكلم ويقترح على السودان وعلى مصر الطلب اللي كانت طالباه اثيوبيا، وكاننا يعني بندور في حلقه مفرغه. ثم ياتي جاء وذهب الرئيس الرواندي واحنا مش عارفين ايه اللي بيتم، وكل المساله احنا قاعدين يعني ايه اللي بيحدث يا دكتور هاني وما هو المطلوب الان؟ في الحقيقه يعني اداره بايدن من الواضح انها تحت الصدمه التي حدثت في الانتخابات الامريكيه، ما زالت تتصرف ليس باعتبارها دوله عظمى ولكن باعتبارها دوله كانت على وشك الانقسام الداخلي الكامل. يعني ليس معقولا ان ياتي مبعوث رئاسي من دوله عظمى لكي يعيد تقديم الموقف الاثيوبي نفسه تحت لافته امريكيه، وكان الولايات المتحده اصبحت هي التابع واثيوبيا التي هي الان على وشك الانهيار هي التي تقود. هذا العرض وهذا المدخل في التناول وهذا المسعى إذا جاز أن نسميه مسعى هو نوع من الاستخفاف بالعقول وعدم الاحترام لحياة ومصالح 150 مليون شخص في السودان ومصر، وهذا طبعا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. والولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفعل ما تشاء لأنه الرئيس حذر بأنه سيكون هناك عدم استقرار لا يمكن تخيله في هذه المنطقة بسبب أنها تتكون من فسيفساء لقوميات وعرقيات متداخلة ومتصارعة منذ قرون، وبالتالي إذا انطلقت شرارة عدم استقرار سوف تمتد إلى كل القرن الإفريقي وربما إلى كل شرق إفريقيا. فمصر حريصة على التعاون، حريصة على التسوية، لكن ليس على حساب حياة شعبها وحقوقها التاريخية التي لا يمكن التنازل عنها لأنها أصلا غير قابلة للتصرف تحت اي ظرف من الظروف. ماذا ترى في تحركات وتصريحات وزيره الخارجيه السودانيه دكتور هاني؟ الدكتوره مريم الصادق المهدي في الحقيقه يعني حركتها السياسيه اتسمت بشجاعه كبيره للغايه بقدر كبير من الوضوح. يعني استطاعت في فتره زمنيه وجيزه ان تلجم الأثيوبيين وأن ترد على مغالطاتهم وأكاذيبهم، بل وأن تسبب لهم الكثير من القلق والكثير من الخوف والكثير من الارتباك، لأنهم تعودوا في الحقيقة على الوقاحة والتطاول والمغالطات. ومصر دولة عريقة لا تلتفت إلى هذه الصغائر. السودان حكومته تتحدث بنبرة غير مفهومة. حينما أتت وزيرة الخارجية مريم الصادق في الحقيقة قامت باعتدال أو بإعادة هذا الميزان إلى الاعتدال، لأنه الأثيوبي يجب أن يعرف حجمه، وبالتالي كان لها أثر كبير في رفع صوت السودان وتحسين صورته في المجالين الإقليمي والدولي إلى حد كبير. هذه لأنها سياسية متخرجة من بيت سياسي.
طبعا هي تربت في مدرسة والدها الإمام الراحل الصادق المهدي، وتنتمي أيضا إلى بيت من أعرق بيوتات السياسة السودانية، يمتد إلى محمد أحمد المهدي الكبير صاحب الثورة المهدية في السودان. أشكرك شكرا جزيلا دكتور.